السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج اسمه تايب اركتكتشر. هو برامج اللي بتعمل كرييت او بتنشئ موديل، ومثل ان هو اي اف سي، فتقدر تكمل شغل من موديل اخر او من برنامج اخر، او تخلص شغل عليه وتستفاد من المزايا اللي فيه وبعد كده تكمل شغل عليه برنامج اخر، يعني بتواصل مع بقية البرامج. وهو معتمد على الاوبن ستاندرد، يعني في برامج تانية بتستورد وتصدر، انما هو ده اساسي بالنسبه له لايف سي. طيب خلينا النهارده مثلا نقول له احنا عايزين نبدا ملف جديد وهسميه نيو 3، وفي مره تانية نشوف الاكزامبل. ممكن تقول له كرييت نيو بروجكت او سيلكت بروجكت، وتختار مشروع من المشروعات اللي معانا بكده، او كرييت وهسمي ده مثلا ارك. طيب في ذا بروجكت هل هو ادوكيشنال ولا ايه؟ في اوبشن يظهر عند كل اليوزرز. المانجمنت اوكي، اكسبت اكسبت، فبيبدا يعمل لي الموديل بتاعي. بالشكل دوت بيديني ادوات سكتش ان انا ابدا ارسم اللاين وارك ومربع ومستطيل وكل الحاجات ديت. يعني ممكن مثلا تقول له انا عايز ارسم مثلا مستطيل بالشكل دوت، وتدي له اللينس بتاعه، يعني ده الاكس وبعد كده الواي بتاعك قد ايه بالشكل دوت. وبعد كده ممكن بقى من خلال ان انت تعمل اكستروشن، هتيجي هنا تقول له انا عايز اعمل مثلا اكسترود وتعلم على الشكل، وتبدا تدي له الزد بتاعك، او ممكن تكتب الرقم اللي انت عايزه وتقول له اوكي، فيبدا يظهر معاك الشكل دوت. طيب ممكن اقول له مثلا عايز ارسم لاين من هنا لهنا بالشكل دوت، وبعد كده استخدم اوامر اكستروشن بالشكل دوت. ده طبعا بيفكرنا ببرنامج السكتش اب، بالسهوله المميزه ليه بتقدر تشتغل ليه، وتقدر تعمل اشكال كتيره جدا من خلال ان انت ترسم حاجات 2D وتبدأ تعمل لها اكستروشن. طبعا عندنا ادوات هي زي موضوع الكوبي، زي موضوع القط، موضوع الايديت لاي عنصر انت عايزه، موضوع الموف لاي عنصر انت عايزه برضو. ممكن تيجي هنا مثلا على الشكل دوت خط، وتقول له مثلا عايز انقل اللاين، عايز انقل كذا، فبيديك الادوات اللي تخليك ان انت تنقل اي حاجه انت عايزها. عندنا ممكن برضه ترسم اركتكتشر، هتلاقي عندك هنا البيم موديل، دي كونستراكشن اليمنت اللي موجودة، زي مثلا وول، زي كيرتن وول، زي لوفر. ممكن هنا تقول له انا عايز ابدا مثلا اعمل اديت للعناصر الموجودة. هتلاقي هنا عندك الفيوز اللي هو الفلور، عندك الايست، عندك النورث الساوث، عندك الحاجات 3D. ممكن هنا تقول ان انت عايز تعمل create a new 2D or 3D view of the model. طب انت عايز تعمل floor ولا section ولا elevation ولا 3D view؟ طب section، ناخد section مثلا بالشكل ده كده، الاتجاه بتاعه هيبص على الناحية، ونسميه مثلا section، والمسافة والمعلومات كلها، فبيبدأ يديك section اللي انت عايزه بالشكل دوت. لو انت عايز ترجع ده ال edit لل reference فلور 1 فلور 0، وده الليفل بتاعه، وتقدر تعدل المعلومات بتاعته اكسبت. ممكن تيجي هنا في 3D وبرضه تقول له من هنا عايز تعمل فلور، عايز تعمل اليفيشن، عايز تعمل 3D فيو اليفيشن مثلا. هتحدد اول نقطة وتاني نقطة، وتحدد الاتجاه بتاع الاليفيشن بالشكل دوت، و اكسبت، فيبدا يعمل لي الليفيشن بتاعي بالشكل دوت. طيب لو انت عايز تعدل اليونت، فهتيجي هنا كونفيجريشن وتقول له اليونت، تظهر لك بالشكل دوت، فيقول لك انت عايز تشتغل باليونت المليمتر الليبل، تقدر تعدلها مثلا تخليها سنتيمتر او فيت او انش زي ما انت عايز، الديسيمل درجه الكسور اللي موجوده، عندك الانجل، عندك السيرفيس اريا وهكذا. ومن هنا تقدر تخفي او تظهر الدرو جريد، زي ما انت شايف الجريد بيختفي.
الاوبجكت سناب لو انت بتعمل التجاذب وانت بترسم، يبدا يخلي باله من الاند بوينت والميد بوينت. لو احنا فاكرين احنا بنرسم اللاين كان بيعمل تجاذب عند الاند بوينت، ممكن تعدل في نقطة التجاذب، تقول مثلا لا انا عايز اعمل اكتف وخلي البوينت والاند بوينت. تبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تركز عليها، يعني نيرست بلاش عشان تطلع معانا بشكل ادق.